ください。ان شاء الله شفنا مهرجان قطر، ترتيب التنظيم الجميل والاستقبال الجميل من اهل قطر، وجينا ان شاء الله نستعد لهم في مسابقه في الجل ان شاء الله، ونعدهم في الاعوام القادمه ان شاء الله نشارك في البطوله، كان في الجل وفي الجمل وفي الدق ان شاء الله. مشاركين اليوم في نخبة الشعر والصفر و30، نتمنى التوفيق لنا جميع المشاركين، وسبق وشاركنا في فرديات الدق فحصلنا على مركز ولله الحمد. نشكر القائمين على مهرجان جزيلات العطاء على ترتيباتهم الرائعة الغير مستغربة، وجدنا منهم الترحيب، وجدنا منهم استقبال جميع ما يخص المشارك، وهذا شيء طيب يشكرون عليه، نشكرهم جزيل الشكر. وحنا لنا أول حضور لنا في هذا المهرجان، وإن شاء الله سيكون لنا حضور في المهرجانات القادمة بإذن الله. حنا طال عمرك شاركنا في مهرجان الملك عبد العزيز وحصلنا على 5 جوائز ولله الحمد، وهنا إن شاء الله على 4 جوائز، 3 طلعت نتائجها، وواحدة هنا ننتظر نتيجتها هذا اليوم أو هذه اللحظات بإذن الله. بالنسبة ل5 جوائز في مهرجان الملك عبد العزيز، حققنا المركز الأول في بيرق المؤسس، وحققنا المركز الأول في الجل الفردي، وحققنا طال عمرك المركز الثاني في بيرق المؤسس، وحققنا المركز الثاني في النخبة، وحققنا المركز الثاني في القعدان الدق، واليوم منافسة طال عمرك على النخبة الشرائية 30. ولله الحمد حضرنا بحلالنا وبقوتنا بقيادة الحاكمة في النخبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا والجميع المشاركين، وحنا مطمعنا إن شاء الله المركز الأول، ولا جينا إلا نبى المركز الأول. مشاركين بنخبة الصفر، ومشاركين بنخبة الوضح، ومنافسين على البيرق بقوة بإذن الله، ومشاركين في فرديات، نسأل الله التوفيق لنا ولأخوانا المشاركين، والله ننافس على الأول والتوفيق على الله، وكل أخوانا قويين، نسأل الله التوفيق لنا ولهم كل المشاركين. مرة إن شاء الله محسومة، بالنسبة للبيرق محسومة، وبالنسبة لنخبة الصفر والشعل بتعلن عند اللجنة، علمها عند اللجنة.
البيرق، هذه مسابقة استحدثت هذه السنة. عندنا ثلاث بيارق بيرق للمغاتير في خمس ألوان مختلفة في ثلاث فئات، اللي هي الشقح بروحها، الوضح بروحها، الشقح الحمر مع بعض، والشعل والصفر مع بعض. يتنافسون كلهم على هذا البيرق. كانت المنافسة في أشواط المفاريد، أشواط الدك الدولي، وأشواط الجل، وأشواط الجمل الثلاث، وأشواط النخبة الثلاثي. وعندنا أشواط، عندنا بيرق الأصايل وبيرق المجاهيم، بتكون في أربع أشواط دولية، اللي هي التراد الدولي، الشراية الدولي، التحدي، وشوط القعدان المفاريد، وشوط القعدان الحقائق، والباقي على كل أسنان. وعندنا شوط الجمل 23 وشوط النخبة 30. من بداية المهرجان وإحنا نشوف يعني التنافس بين الملاك على البيرق، يوميا تشوف الفوارق قاعدة تتغير. طبعا بيكون عندنا لين إعلان الفائز في برنامج جزيرات العطاء يوم الساعة 9 في الليل، بيكون تاريخ 8/2 بعد ختام فئة المغاتير، وبعد ختام فئة الأصايل، وبعد ختام فئة المجاهيل. يحق للمالك أنه يشتري البكرة الفائزة المتوجة نقاطها وتشارك معها في الجمل، ويحق له من كل صاحب جمل إذا كان في التلات له أربع فرديات يشاركها في الفردي وتحتسب له نقاطها ويرجعها على الجمل، وإذا كان في شوط النخبة له ثلاث يقدر يشارك بها في الفردي ويرجعها على الجمل، النقاط هذه كلها محسوبة له. ويحق له يشتري فردية فائزة بنقاطها، أو يشتري جمل كامل فائز بنقاطه، ولكن لازم يكون النقل عن طريق النادي وبعقود موثقة وبأداء قسم، ويكون قبل الساعة 9 من نهاية الفئة. بخصوص آلية احتساب النقاط، عندنا في الأشواط الدولية في المغاتير تبدأ من 20 وتنازل 19-18 لين 11، وفي القعدان إذا كان شوط القعدان 10 أرقام تبدأ من 10 إلى نقطة، وإذا كان 5 أرقام تبدأ من 10 إلى 6 نقاط. بخصوص أشواط الجمل تبدأ من 200-190 وتنازل، وفي أشواط النخبة تبدأ من 300-290 وتنازل، وفي أشواط في بيرق الأصايل وبيرق المجاهيم لا، عندنا كل شوط له نقاط محتسبة. يقدرون يتابعون حسابنا في تويتر، حساب النادي في تويتر، ويشوفون التفاصيل أكثر. يجمع ما يقارب 25 إلى 30 قطعة نادرة، صراحة المقصد منها أنها تفيد المجتمع وتتكلم عن البل بالأخص، وهذا اللي احنا جمعناه كله علشان الزوار، خدمة للزوار وأبنائنا الناشئين، تكلم عنهم عن كذا كل قطعة وشيله وبالصورة وبالصوت، والزوار مهما كانوا من شتى الدول احنا جاهزين لهم. عندنا 400 قطعة نادرة، وفيها قطع يعني حديثة ولكن كلها تحمل صور الابل، من عملات إلى أوراق بريدية. عندنا قطعة اللي هو البشت، البشت ده من مقتنى من 59 الشيخ حسن محمد، وصوف البل خالص، كله صوف البل خالص، ومن أندر القطع.
وصاحب المركز الأول والناموس والتي تصدرت أيضاً هذا الشوط المركز الأول والناموس حامد سعود سمار العتيبي المبروك. أما المركز الثاني من نصيب زايد عاصي عبيد الشمري من المملكة العربية السعودية. الحمد لله اليوم المنافسة قوية، والله العاصي زايد كان قوي وعاد معروف زين الصفرة له رونق خاص، وكان والله محضر حلال قوي ويا الله لك الحمد. أخذنا المركز الأول وسمرات تستاهل. من الشوايب ما يروح بالوشاح اللي
كليفة اسماء